السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان كورونا اليوم 8/11/2021 في مصر. إعلان وزارة الصحة والسكان الاثنين عن خروج 522 متعافية من فيروس كورونا للمستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس 283,747 حالة حتى اليوم. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. ووفاة 54 حالة جديدة اليوم. شفاكم الله وعافاكم ودمتم في رعاية الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.